السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، نكمل وياكم محاضرتنا ضمن حل مجموعة من المعادلات الجبرية. أخذنا أول طريقة للجريمرز رول، وراح ناخذ نفس المثال ونحله بالطريقة الثانية اللي هي طريقة جاوسيس إليميشن. أيضا راح نوضح طريقة الجاوسيس جوردن إليميشن لأنه تكون مكملة لهذه الطريقة، أو خلينا نقول إنه نفس الخطوات الأولية لهذه الطريقة بالإضافة إلى خطوات إضافية. لنعطي السؤال، إذا أعطى عندك المعادلات، أول خطوة إيش قلنا؟ قلنا ننقل الثوابت على اليمين نفس ما هو موضح بالسؤال، والمتغيرات البقية على اليسار. الثوابت على اليمين والمتغيرات على اليسار. ثاني خطوة إنه إحنا نسوي المعادلة الرئيسية مالتنا. ثاني خطوة شو نسوي؟ المعادلة الرئيسية مالتنا. ننقل المعادلة ونوضحها هنا عندنا اللي هو كالآتي. المعادلة المصفوفة الرئيسية مالتنا 2 1 2 2 1 2 و 4 0 1 4 0 1، وعندنا سالب 2 1 سالب 2 1 سالب 1، ونسد القوس ونوضح نواتج المعادلة. طبعا هذا ال x y z، وهذا ال r1 r2 r3. تمام، النواتج مالتنا هي 2 3 1 2 3 1. شلون حولنا هاي المعادلات الى مصفوفة؟ فاحنا وضحناها، قلنا هاي اكس واي زد الثلاث اعمدة، وهاي النتائج والمعادلات، وهنا عندنا اللي هي معادلة رقم 1، معادلة رقم 2، معادلة رقم 3. وضحناها انه 2 1 2، هاي 2 1 2، وهكذا الى ما لا نهاية. هسه نجي شلون راح نحلها بهاي الطريقة اللي هي كالاتي. الطريقة شو تقول؟ تقول لازم انه هذا نسميه القطر الرئيسي للمصفوفة. هذا شو نسميه؟ القطر الرئيسي للمصفوفة. لازم يساوي لنا نحول قيمته اما الى 1. تمام، اول شيء لازم نساوي الى 1، ثم اكو عندنا مثلث راح يكون عندنا بالاسفل، بمعنى انه هاي القيم اللي داخل المثلث لازم قيمتها تتحول الى 0، لازم قيمتها الى 0. هاي شغلة مهمة، شلون نحول هاي القيم الى 0، شلون نحول القيم هاي 1؟ راح ناخذها بالخطوات وبالترتيب. هاي اول خطوة لازم نسويها، لازم نفهم انه شنو المطلوب من يمنا. هاي بها طريقة جاوسيس انيميشن. زين، اذا قلت لك لا مو هاي الطريقة، اذا قلت لك طريقة جاوسيس جوردن انيميشن، فاذا لازم اصفر المثلث بالاسفل واصفر المثلث اللي بالاعلى، نفس ما هو واضح هنا عندنا بهذا السؤال. اذا راح نجي انه اصلا احنا شلون راح نصفر وشلون راح نسوي القطر الرئيسي 1، راح نجي بالخطوات ونحل وياكم. تمام، راح نجي بالخطوات ونحل وياكم. اول شيء من نبدا نريد نحل، نجي على عمود عمود. هذا العمود الاول، العمود هسه احنا افتهمنا انه احنا نريد نصفر بالاسفل ونسوي هاي 1. اذا نجي عليها، فاحنا هذا العمود الاول، هذا العمود لازم نحول هذا اول رقم الى 1، والصفرين الارقام البقية الى اصفار. بعدين نرجع على العمود اللي بعده. اذا انتبهتوا انه اول خطوة نسويها فقط بالعمود الاول اللي هي طبعا ضمن متغير الاكس، بعدين نجي ضمن متغير الواي، بعدين نجي ضمن متغير الزد. هذا متغير الاكس، وهذا متغير الواي، وهذا متغير الزد. اذا اول خطوة انا هذا قدرت اسويه 1، اذا هو 2 اريد اسوي 1، فقسم على نفسه. بس انتبه انه انا لما اريد اقسم هذا على 2، لازم هذا الرقم اقسم على 2، وهذا الرقم اقسم على 2، وهذا الرقم اقسم على 2. ليش اسوي هيك؟ لان انا حسوي العملية الحسابية على جميع ما موجود ضمن المصفوفة، على جميع ما موجود المصفوفة.
فهاي تصير 1 4 تقسيم 2، راح يطلع لنا طبعا ار جديدة، ار 1 جديدة، انتبهوا عليها. هاي قد تصير 1، هاي الأربعة تصير 2، والسالب 2 تصير سالب 1، والنتيجة راح تكون 1 إلى ما لا نهاية. نوضح لكم إياها. نجي بعده، شو راح تصير؟ نريد نسوي هذا الرقم قيمته 1، وهذا الرقم قيمته 2. قدرت تسويهن؟ أسويهن صفارة. إذا راح أعتمد على المعادلة الأولى اللي هي هاي الأروان الأحمر اللي طلعت جديدة، هاي الساعة القديمة. شو أسوي؟ أول خطوة أسويها أكتب هنا R2، وهناش أكتب R3 حتى أكون معادلات إلي. وراش أكتب؟ أكتب الـ R1 هنا، وهنا أكتب الـ R1. هسا اشتبقى أكو رقم هنا، شلون راح نختار؟ أكو رقم هنا شلون نختار؟ إحنا قلنا راح نجمع ونطرح في سبيل، يعني نسوي عملية حسابية في سبيل إنه هذا الرقم يزيد صفر. فانتبهوا، انا شو بدي اسوي؟ اريد اجمع ويا الار 2، الار 2 هنا قلت قيمته 1، زين اذا قلت 1 زائد هذا 1 ايش راح يصير؟ ومن نفس العمود هذا قيمته 1 صح؟ ايش راح يصير؟ راح يصير قيمته 2. اذا شو اسوي؟ شنو الرقم الموجود بالار 2؟ مجرد اعكس اشارته، هذا 1 اذا راح يصير هنا سالب 1. اجي هنا ابدا اصفر رقم 2، هنا 2 زين، وهنا انا بالار 2 الار 1 عفوا 1، ف2 زائد 1 3، زين لازم هذا شو يصير؟ يصير 2 ويتغير اشارته، لازم الار 1 يصير 2 وتتغير اشارته. اذا شو اسوي؟ سالب 2 في سبيل سالب 2 في الار 1 اللي هو 1 راح يصير شنو هو؟ سالب 2 زائد الار 3 اللي هو 2 راح يصير صفر. تمام شباب؟ اذا هذا صفر، وتكمل المعادلات طبقوها على نفس الترتيب، بما معناه انه انا اذا اريد مثلا اطبق اطلع السالب 2. شلون اطبق السالب 2؟ كالاتي، اريد اطلع السالب 2، راح اضع لكم اياه هنا السالب 2، راح اقول الار 2 مالتي ايش قد هنا؟ هذا الار 2 مالتي صفر، زائد ايش قد الار 1 مالتي اللي موجود هنا رقم 2 مضروب في شنو؟ سالب 2. هنا هذا 2 وايش قد؟ صفر مضروب في سالب 1، هذا راح يطلع لنا سالب 2. فراح نجي نكتب هنا سالب 2 ونكمل إلى ما لا نهاية. راح نجي هنا نباوع، أكو عندنا صار عندنا 2 ب2. هسا أجي شنو أريد نعرف سالب 3 شلون طلعت؟ هسا نجي نوضح لك إياها هنا أيضا. سالب 3 الـ R3 إيش قد؟ 1 زائد إيش قد الـ R1؟ هو اللي يكون هنا هو 1 مضروب في سالب 2، وراح تصير عندنا اللي هو الموضوع عندنا R1 هو عبارة عن 2 في 2 سالب 4 زائد 1 سالب 3، تصير هنا سالب 3. ونكمل الأرقام على نفس التفاصيل، سالب 3 هيصير 1 وهي سالب 1، 1 سالب 1. كملت هاي عندي، فشو أسوي أنا هسه؟ بما إنه كملت أجي أكمل البقية، شو أسوي؟ أنزل الأروان الجديدة نفسها، 1 و2 وسالب 1 وال1. أما المعادلة رقم 2 شو بقى بيها؟ هذا صفر، أحتاج هذا شو قد أسوي؟ أسوي 1، فأخذ الأر 2 على سالب 2 طلع لنا 1. هسه هاي الار 2، فهي الار 2 هي هاي الجديده وليس القديمه. القديمه لا، بما انه هاي الار 2 هاي بالوسط، هاي القيمه بالوسط، هاي الار 2
تغيرت، صارت بهاي الطريقة. إذا صارت عندنا R2 جديدة هنا وضعها، وبالتالي إنه أنا راح أطلع النهاية، راح يصفر عندي هذا الرقم أيضا. وبالأخير شو راح نسوي؟ إنه بما إنه بقى بس السالب 2، فخلاص إذا أنا هنا أنا أقدر أما أكمل خطواتي وأسوي واحد، أو عادي هنا أسويها بالتابلت. فرأسا من الفروم الار 3 هذا ايش صار؟ صار ار 3 جديده. هذا يا معامل، معامل زد، اذا ناقص 2 زد يساوي لنا الناتج قد؟ ناقص 4. سالب ويس سالب، و4 تقسيم 2 يساوي لنا 2. هذا ايش طلعت؟ طلعت الزد. ارجع بالعكس، يعني انا مو بديت من الاخير، لا ارجع بالعكس على الخطوه اللي قبلها. هذا الواحد شنو؟ هو يمثل لك شنو؟ واي ناقص زد يساوي لنا ناقص 1، واي ناقص زد يساوي لنا ناقص 1. عوضت قيمة الزد راح يطلع لنا قيمة الواي. تمام شباب؟ اوكي. هسه عندنا قيمة الزد وعندنا قيمة الواي، اذا مجرد ارجع اعوضها بالمعادلة الاخيرة اللي هي راح نعوض قيمة الواي والزد، وبالتالي راح يطلع لنا قيمة الاكس، وبالاخير راح يطلع لنا قيمة الاكس. تمام شباب؟ احنا ايش عندنا؟ شلون اتاكد من الشغل صح؟ انه قيمة الاكس والواي والزد هذني لازم اعوضهم ضمن المعادلات، لازم يتحقق شروط المعادلة. الطرف الايسر يما اعوض بيه اكس واي زد لازم يساوي لنا رقم 2 مثلا، هنا الطرف الايمن، وهنا لازم يساوي لنا 3، وهنا لازم يساوي لنا 1. الطريقة اللي بعد هيك انعكاس الجوال ديمنشن يختلف فقط انه انا مو وصلت هنا لو قسمت، فارجع انه بجدي شو اسوي؟ استغلها واشتغل بالعكس، استغلها واشتغل بالعكس في سبيل انه اصفر المثلثات اللي بالاعلى. لهنا ان شاء الله اتممنا عليكم محاضرات بالنسبه لست المعادلات للطرق الثلاثه لحد الان. اتمنى لكم موفقيه، لا تنسوا الاشتراك والمتابعه. بالتوفيق.